مرة أخرى كارثة في ولاية سيدي بوزيد، انقلاب شاحنة تنقل أكثر من 20 عامل وعاملة. خلينا نقولوا الملف هذا علاش ما حبش يتسكر، علاش ماشية وتزيد مثل هذه الصدمات، والنساء الكادحات ديما هما يدفعوا في الفاتورة. وقت اللي يلقاو المرأة طايحة في القاع باش تموت مسكينة، وقت اللي يلقاو المرأة طايحة في القاع باش تموت من التعب، وهي نهار كل تخل تخدم وتكل تسلت مسكينة، يعلم بها ربي سبحانه. وقتها يتحل الملف، وقتها العباد تخرج وتحكي. ظروف صعيبة على الاخر، ما عادش فما خدمتا، المرأة ما توصل تعيش صغارها وما توصل تعيش روحها، إلا مسكينة ما غادي، مسكينة ما تتعب تتعب غادي بالتعب متاعها، إلا ما بالحق ظهرها يتقسم. والله ربي معاهم الناس الكل وربي يعينهم. هذيك هاي ما تجيش جملة، هذه لازم نقول سي قيس عايد لازمهم معناتها يشوفوا لهم معناتها النقل نتاعهم، يعاونوهم يزيدوهم، خاطر معناتها نحنا ناكلوا في الحاجه اللي خرجوا فيها هما من خيرهم، وربي معناتها يبارك لهم، وان شاء الله يا ربي يحميكم، وان شاء الله يا ربي معناتها يغزر لكم سي قيس سعيد ويكثر لكم معناتها في النقل نتاعكم. شنو اللي يخلي المراه اليوم تواجه خلينا نقول الموت كل يوم، يعني وتعرض روحها للخطر من اجل 10 و12 دينار؟ يا الله يا كريم، معناتها على 12000 تخطر معناتها بروحها، معناتها ما عندي ما نقول لها. مرأة هذيا مناضله وما شاء الله عليها، وربي معناتها يبارك لها. وكاهو حادث اليم يتسبب في اصابه اكثر من 20 عامل وعامل، شنو اللي قاعد يصير وعلاش الاخبار هذه ما توقفتش ديما نسمعوا فيها وما تمش النظر فيها بصفه كليه؟ ما ممكن من الطرقات، ممكن مش من العبيد، من المواطن مش معناتها من السرعه، العوامل هذيك معناتها تنجم تلقى واحد ساعات تحكي بالتليفون ولا مش معناتها في حالة سكر ولا تلقاه معناتها ولا تطيق بذاته، مش معناتها مريقل معناتها بالسمح، هذاك علاش يؤدي الحوادث برشا، حوادث تونس برشا معناتها. تقريبا الشيء هذا مش أول مرة نسموه الحوادث، شنو هو الشيء اللي يخلي المرأة تمشي تقوم الصباح تروح في الليل وتركب في سيارة في أكثر من 20 مرأة أو 20 عامل وتقريبا 10 دينارات ولا 12 دينار بتاع الفلاحة؟ الخبزة يا خويا، من الخبزة تلقاها هي ساعات راهو فما حوت ب 10000 تعيش صغارها، خاطر بلاهي كي ما تخدمش شكون باش يخدم عليهم، شكون باش يمد لهم الخبز؟ تلقاها هي ساعات راجلها مريض، تلقاها ساعات راجلها متوفي، ساعات تلقاها راجلها ما يخدمش عليها، هي تبدا تخدم على عائلة، تخدم على صغارها يقراوا، لازمها تكافح المرأة معناتها، فهمت؟ وضعية العاملات الكادحات وما يلاقينه من صعوبات ومن أحداث كثيرة على امتداد أكثر من 10 كاملة، قدمنا العديد من الضحايا عاملات الفلاحة سواء في سيدي بوزيد أو في أي ولاية من ولايات الجمهورية، تعرضنا إلى حوادث أليمة وجمة طالت العشرات إن لم نقل المئات، وذاك وضعهن البائس الذي حتم عليهن ظروفا قاسية بعيدا عن عائلاتهن بعيدا عن أبنائهن، ويتركن الفواجع والألام لأزواجهن وأبنائهن. فليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها ولاية سيدي بوزيد أو غيرها من ولايات الأخرى مثل سليانة وعديد ولايات الشمال، الذين جل النساء تقريبا يشتغلن في القطاع الفلاحي في عديد المواسم سواء في جني الزيتون أو في جمع الخضروات والغلال وغيرها. ولابد أن تنظر الدولة إلى مواطناتها بعين الرحمة، بأن يشملنا بأن يوفرنا وسائل نقل على الأقل تستجيب لظروف السلامة. بخصوص يعني وسائل النقل، اليوم يحكيوا على عربة تنقل أكثر من 40 و 50 مرأة، عربة ثم عربيات كبيرة شوية تهز في 70 80 مرأة، شنو هو اللي يخلي المرأة تعرض روحها للخطر وتواجه للموت كل يوم من أجل 10 دنانير أو 12 دينار؟ الوضعية لا تتجسد في 10 دنانير أو في 20 دينار أو في 15 دينار، وإنما ظروف الحياة حتمت على هؤلاء النسوة أن يعملن ليلا نهارا لتوفير رغيف الخبز لأبنائهن. كيف تريد أن ترى امرأة أصيلة
ترى أبنائها يتذورون جوعا وتنقصهم العديد من مستلزمات الحياة الكريمة أن تبقى في منزلها هكذا صامتة. فهم يتعاملون هؤلاء الذين يشغلونهم يتعاملون معهم وكأنهم من قطاع الدواجن وكأنهم دجاج. ماش عندهم قيمة؟ نحن نقدر ما تقوم به المرأة في هذا المجال، في المجال الفلاحي، إلى جانب الرجل، جنبا إلى جنب إلى جانب، لكن هؤلاء الذين يشغلونهم لا يعيرونهم أي اهتمام بما بقدر ما يعيرون للربح. هو اهتمامهم، كل اهتمامهم للربح ولتوفير الأموال على حساب هاته العاملات. مسلسل هذا ولا أن كل عام نفقده قديش من عاملة، وما تجيك أنا مع المزمر، ما تجيش مع واحد لبس عليه، خاطر لبس عليه يمشي كان بكهرباء كونفور وكل شيء، والمزمر يمشي في تراكتور، يمشي في كتكات باشي، يمشي في وزيد الثنية مشومة كهو، تنقبت عجلة ضيق عليه الكهرباء أخرى ضيقت عليه، يمشي في هاوية مع الخدامة وما يتحمل مسؤولية، كان اللي كما يقولوا معي يحس الجمرة كان اللي يعبس عليها. معناتها علاش؟ على خاطر هذا من قلة معناتها الوعي نتاع الحكومة، الدولة بصفة عامة، فهمت؟ الوعي مش حاب العباد المهمشة هذه، مش مستعرف بها بكل، معناتها العباد الزوالة هذوما ما هو مش مستعرفين بهم بكل، وعليهم عباد جايين من المريخ، ما هو مش توانسة معناتها. سامحني، النساء هذوما بالرغم اللي يعرفوا فما مخاطر في الطريق ويطلعوا مع أكثر من 20 و30 شخص في سيارة صغيرة، إلا أنهم يخرجوا الصباح يروحوا في الليل ويضحوا على 10 و12 دينار، علاش؟ ما إذا كان ما تخدمش ما تاكلش، إذا ما تخدمش تتحمل الشقاء والتعب وكل شيء باش تصورك العشرة ولا 15 دينار باش توكل بها صغيرة، ما تخدمش ما شكون مش عاتيها، حتى واحد ما عاتيها، فهمت؟ إذا ما تخدمش وما ما تجرحش يديها وكل شيء، راهو ما تلقى حتى فرنك، حتى واحد ما يأتي تو في تونس يقول لك التونسي للتونسي رحمة، راهو يكذب عليك. اللي يقول لك تونسي للتونسي رحمة راهو نقمة، تونسي للتونسي راهو نقمة، معناتها يرضاها، معناتها تمشي، معناتها الصباح تقوم الخمسة بتاع الصباح والستة بتاع الصباح باش تمشي في الظلمة وتجي ترجع للدار بتاعها في الظلمة على خاطر 12 دينار ولا 15 دينار، معناتها يتعبها يفتقها من بعضها المرأة هذيك باش تلم، وحتى وكان حتى جا عندك معناتها عناية معناتها طبية ولا عناية اجتماعية، شيء تخدم اللي تخدمه الصباح تاخذ العشية تصرفوا على صغارها وكل شيء، معناتها لا ثم لا تغطية اجتماعية ولا ثم معناتها باش وما تخدمش ما تاكلش، إذا ما تخدمش ما تاكلش، هيك هو جماعة الريف هذوما سيدي بوزيد ولا القصرين ولا فرنانة ولا اليوم هيك يخدموا نهار بنهارو، كان خدم خلص ما خدمش يشد الدارك هو، لا يلقى لا باش ياكل لا باش يشرب لا باش يوكل صغارو، يعني يحبسوا 12 دينار اللي تتعب عليهم تضربهم الجوع، ما تخدمش ما يضربها الجوع وتموت هي وصغارها بالجوع، ما حتى واحد ما يرحمها. موضوع مش مسألة مش مطروحة هكا، معناتها أنت سؤالك معناتها هي الدولة، نسي الكديحات هذيا معناتها تفرق، نسي تخدم تخرج تخدم في غياب مورد رزق قعار باش تعاون العائلة متاعها، فهمتني؟ فما ظروف خاطر، ونسي الكديحات هذوما الأغلبيتهم تلقاهم خارج المدن الكبرى في الحقيقة، يخدموا الأغلبيتهم في الفلاحة وفي وحتى في الداخل، حتى في داخل العواصم تلقاهم كادحات لكن في أعمال بعيدة عن الفلاحة نوعا ما، لكن هما ظروف العمل متاعهم تتطلب باش يخدموا على قد، يعني نعرفش أنا شنو 10 دينارات و12 دينار يجبروك أنك تواجه الموت كل يوم، يعني وحياتك مهددة بالخطر، ركب في كاميونة مع 20 و25 شخص. والله يدي شو، والله انا نحمل هنايا تعرف شكون المسؤوليه، بربي هالحقوقيين وهالجمعيات بصراحه خلينا نتحد، ما فما جمعيات
وفما وزارات نتاع المرأة ونساء ديمقراطيات ودروا منا ومنا ومنا به. الناس هذوما شنية اللي قدمت للمرأة الريفية؟ هي النساء الكادحات شكونهم؟ أغلبهم من الريف ما بنقولوها صحيح ولا به؟ الظروف العيش متاعهم تحتم عليهم، ناس بعاد لا عندهم لا ماء، تلقاهم بعاد كيلومترات كما أطفالهم، معاد مجبورين باش يخرجوا باش يخدموا. الحماية متاعهم هنايا شكون يتحملها؟ الحماية متاع الناس هذوما المفروض احنا نحملوا الدولة داكود، نقولوا الدولة، لكن الدولة كيفاش معناتها؟ الدولة تحمل المسؤولية متاع انا خاص نجي ننتصب، خاص نجي نعيط، نجيب ناس نساء هكا ولا كبار في العمر وإلا هسمان ونخدمهم انا في خدم من النوع هذا بالنهار. أي شكون اللي يحب؟ شكون يتحملها المسؤولية هذه؟ يتحملوها مسؤولية جماعية، راه مسؤولية جماعية، لأنهم حتى على الضغط يا والسكوريتي متاعهم مش موجودة. النساء هذوما، النساء هذوما.